القمح والعمل الصالح لا ينبتان إلا في الأرض الطيبة، والكويت المنبت والحصن أرض طيبة طيبة، وهم شباب طيبون تطوعوا في خدمة أولاد الأرض فباتوا المثل والمرتجى. لم يكن مفهوم التطوع سائداً مقنعاً في الكويت قبل عام 2002، أي قبل أن تتقصد الأستاذة في علم الاقتصاد والتخطيط تأسيس لوياك والتأسيس من خلالها لمفهوم التطوع وردم مفاهيم التخاذل والإرهاب والتطرف والعنف والكراهية. كبرت لوياك بالشبر والنذور وبالعمل الجاد والتخطيط، وباتت أول جمعية في الكويت تشجع الشباب طلبة المدارس والجامعات على العمل الصيفي في الفنادق والمطاعم والمقاهي والأسواق، وكان ما كان. لا لثقافة الموت، نعم لثقافة الحياة، رددت لوياك. هذا ومضت في إعداد البرامج والمبادرات والحلول الذكية ومخاطبة العقل والروح والعاطفة والجسد، وأغرت في كل ما قدمت الشباب العربي، فتمددت من الكويت إلى لبنان والأردن واليمن ومصر. واستمرت هي مؤسسة لوياك تعاند، تناضل، تواجه، تتحدى، مرددة: التزموا أيها الشباب بإحداث التغيير، التزموا برؤية وإيمان، التزموا تنجحوا. كبر مجتمع لوياك، كبر التزام مؤسسة لوياك، زاد الوعي، زادت الخيارات الذكية، وزاد في المقابل المشككون. لكن تلك المرأة العربية المتميزة لم تبالي، تابعت باستبسال، تحدت وتابعت ونجحت في إحداث التغيير، وها هي الليلة هنا بيننا، فلنرحب بها في عقر الدار.